حصدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاعتراف الدولي من قبل الجمعية الدولية للجودة في الخدمات الصحية، وذلك عن برنامج الاعتماد الوطني ومعايير تقييم المستشفيات والمراكز الصحية بالهيئة. وأشارت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم عذب الجلاهمة أن هذا الاعتراف يضع مملكة البحرين مع الدول المتقدمة في تقييم معايير الجودة مثل الاعتماد الكندي والأمريكي والأسترالي، وبهذا تعتبر مملكة البحرين ثاني دولة خليجية تحرز هذا الاعتراف وثالث دولة عربية بعد السعودية والأردن. وأشارت الرئيس التنفيذي إلى أن الهيئة بدأت تطبيق برنامج الاعتماد الوطني منذ العام 2017، حيث وضعت معايير أساسية لجودة الخدمات الصحية يتم تقييمها في كل من المستشفيات والمراكز الطبية، ويتم بذلك تصنيف المستشفيات والمراكز الحاصلة على التقييم بحسب نسبة الأداء في تقديم الخدمات من حيث الجودة والسلامة والكفاءة. وتضع الهيئة 4 تصنيفات: الماسي، البلاتيني، الذهبي والفضي، وذلك حسب نسبة الأداء. واستطاعت الهيئة تقييم 93 مؤسسة صحية منذ تنفيذ البرنامج.